هاي يستغلون احيانا قلة فهم بعض الناس او بساطة بعض الناس. يقول له تعال انت تقول كل شيء لابد الى من خالق، يعني هذا خلق خالق وهذا خلق خالق. طيب الله عز وجل منه خلقه؟ تنبه لي يشيلون ترى يطرحوها السؤال ها ويبركشون بيده لخطي البسطاء، وهذا ما يقدر يجاوب. هو هذا الدليل على وجود الله، تنبه لي هذا احد الادلة على اجلية الله عز وجل. شلون؟ لانه اذا كان كل معطي اخذ ما يسلم لنا شيء ابدا. شلون؟ هلا اوضح لك. يعني هسه انا لما القالي سجادة اقول هاي السجادة منو سواها؟ منين؟ اسأل ابوي منين جبتها؟ يقول لي اخذتها من الدكان. اقول له لابو الدكان منين جبت هاي السجادة؟ يقول لي جبتها من المعمل. اقول له لابو المعمل منين انت جبتها هاي؟ شلون سويتها وهيئتها الشكل؟ يقول لي انا الجهاز اللي عندي هو اللي نسجها. اقول له الجهاز منين؟ يقول لي اخترع المهندس. لما اجي للمهندس بعد ما اقدر اقول له شلون اخترعت الجهاز لهنا واوقف، ها؟ لان المهندس فكرة هو اللي اعطاني هذا. لو كان المهندس ماخذ صنع السجادة من غيره نسأله غيره منين اخذها؟ من غيره. وغيره منين اخذها؟ من غيره. واحسب مليون سنة تخلص؟ لابد وان تنتهي الى ذات معطية غير اخذة. اريد اقرب لك هالمعنى بالنسبة الى الله عز وجل. الله تبارك وتعالى هو واهب الحياة ولم يسبق بعدم، ما سبق بعدم حتى يقال من اللي خلقه، ها؟ هو الخالق، هو الاول والاخر. شايف؟ فالآية الكريمة تريد ان تعلمنا التوحيد الخالص، تقول الى ربك المنتهى.